تفضلنا بزيارة ولاية سكيكدا في إطار التبادلات السياحية بين الولايات الذي نظمته وزارة السياحة والصناعة التقليدية. وبهذا الصدد إذا انتقلنا إلى مدينة سكيكدا أو بالأحرى إلى ولاية سكيكدا، لأنها أولا ولاية بضيافة وولاية كما نقولوا ثورية، وأيضا بمناسبة أيضا أول نوفمبر، ونحن متواجدون في هذه الولاية المجاهدة وخاصة في متحف المجاهد. المبادرات التي تأتي في إطار التوأمة بين شباب الولايات، كانت لنا في ولاية سكيكدا تجربة سابقة مع ولاية بويرة خلال الفترة الشتوية، والتي تم خلالها تبادل الشباب بين الولايتين، والآن مع ولاية بومرداس ستكون أيضا فرصة لشباب ولاية سكيكدا من أجل تبادل و تقاسم مع شباب ولاية بومرداس للأفكار وأيضا الاطلاع على إمكانيات السياحية لسكيكدا. سيكون أيضا هناك برنامج يخص يستفيد منه الشباب ومنظمات والجمعيات ذات الطابع السياحي لسكيكدا، يكون خلال مرحلة لاحقة بزيارة ولاية بومرداس والاطلاع أيضا على مقومات هذه الولاية الساحلية السياحيه. سكينا ارتدت مرت سكيكدا قلا اكزاكتومون دي القول الحاجه يكشف حن صوت صوت الحاجه يدي عجبني مليح مليح ذي سكيكدا كي طونك الله يبارك الناس كرامه ما شاء الله او ندينا غسل مرت ونطم قرنت غفاش تاكيا ندينا الفرحه طاس طاس كي طونك سي الولايه غير طيض زايرين كوين لا ولكن نميو في الطفا فوس دكفوس سي ثما غير طيض نصرحو هي لا بلاص ولكن كي ديني بلي ثمرتنا غدي هي الروج ثمرتنا الفايده ثمرتنا التزديك ثمرتنا غض الخير ولكن كان نميو الطفا اكن قارن قبيلي افوس دكفوس تاعكم تزينتي بسوس.